ونرحب بضيفتنا من العاصمة العراقية بغداد الباحثة السياسية نوال الموسوي. أهلا بك أستاذة نوال. أي من السيناريوهات أقرب اليوم إلى الواقع، الشارع والشارع المقابل والاحتقان أم تقديم تنازلات في السياسة، حل البرلمان أم الذهاب إلى حكومة جديدة، ومن يمسك بالحل الدولي في هذه الأزمة المتفاقمة وبالغة الدقة والخطورة؟ نعم، تحية طيبة لحضرتك وشكرا على الاستضافة. بالحقيقة اليوم هناك بعض المستجدات التي تنضج الرؤية السياسية وتطرح بعض الحلول، من ضمنها مثلا انضمام الديمقراطي الكردستاني إلى موافقتهم على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. بالتالي أيضا السيادة قدموا نفس المقترح. الجيل الجديد اليوم لمح بشكل مباشر عن الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء حوار برعاية أممية. الخلاف اليوم اللي راح يتصدر للمشهد هو هل ستجرى الانتخابات المبكرة بذات الآلية وبذات القوانين وبذات المفوضية. طبعا هناك انقسام بالآراء بين الرافض والمؤيد لبقاء ذات القوانين وذات المفوضية. أنا باعتقادي أنه ستميل الرؤية لكل الكتل السياسية إلى الإبقاء على المفوضية لسببين. السبب الأول هو عدم وجود موازنة وعدم وجود تمويل للانتخابات القادمة إلا في حال تم التمديد لحكومة السيد الكاظمي أو إعطائه صلاحيات من خلال إعلانهم لحكومة الطوارئ. كيف يمكن تأمين اليوم القبول أو الموافقة أو التنازلات السياسية أستاذة نوال من الصدر، ومن يخرج المتظاهرين من الشارع ونتابع منذ يوم أمس هذا الاحتقان؟ بالتالي يعني دعوة السيد الصدر واضحة، هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق الشروط المعلنة اللي هي أيضا تشمل آلية الذهاب إلى انتخابات مبكرة. فأنا أعتقد أنه السيد الصدر هو قادر على التحكم بالمشهد من خلال صنع القرار السياسي. طبعا انضمام الكتل السياسية الأخرى إلى رؤية السيد الصدر ستدعم موقفه أكثر، وبالتالي سيضطر الإطار التنسيقي إلى تقديم بعض التنازلات من ضمنها الإبقاء على حكومة السيد الكاظمي أو الإبقاء على مفوضية الانتخابات وذات القوانين. أنا أعتقد أيضا هناك تذبذب ويعني عدم وضوح للرؤية داخل الإطار التنسيقي. بالتالي الأكثر تزمتا وتشددا هو السيد المالكي الذي يحاول جهد إمكانه الذهاب إلى تشكيل حكومة وفق متبنيات يعني جزئية يتبناها فقط كتلة دولة القانون وليس أغلبية الإطار التنسيقي. بالتالي أنه الذهاب إلى تشكيل الحكومة وفق هذه المعطيات هو يمثل ترحيل كبير للمشاكل، وهناك العديد من القوى الجماهيرية والشعبية صاحبة التأثير على مسار العملية السياسية، من ضمنها مثلا قوى تشرين التي لم تشارك في الانتخابات، إلى العديد من القوى الجماهيرية التي بإمكانها أن تعرقل أيضا مسيرة العملية السياسية ومسيرة إنتاج الحكومة. فأنا أعتقد أنه على الأقل لمدة شهر أو شهرين ستبقى الأمور على ما هو عليه إلى حين حسم هذه المسألة بشكل واضح وصريح، وهي عدم إنتاج حكومة بل الإبقاء على حكومة السيد الكاظمي وفق المعطيات والآليات المتاحة، والتي على رأس أولوياتها هو كيفية صرف مبالغ لإجراء الانتخابات القادمة. هذه القراءة أستاذة نوال بأن تستمر الأزمة لشهرين أو أكثر تبقي على السيناريوهات يعني الأكثر خطورة، وقد حذر خبراء في الساعات القليلة الماضية وشخصيات سياسية من تحول المشهد أو تجدد المشهد الدموي في بغداد أو حتى في محافظات حيث الثقل السياسي محدد. أعتقد
أعتقد سيدي الكريم أنه لا أحد من الأطراف داخليا هو يميل إلى التصعيد، وإن كان هناك تصعيد بالمواقف، تصعيد بالخطابات، تباين في الرؤى، لكن بالتالي لا أحد يميل إلى المنزلق الخطير الذي ينذر بحرب شيعية شيعية. بالتالي حتى الإطار التنسيقي وإن كان ليس مجتمعا بالآراء، وهذه ضرورة جدا أنه يكون المجتمع على اطلاع أنه ليس الكل داعم لإجراء اعتصامات أو محاولة إجراء الاحتجاجات والتظاهرات. بالتالي من غير الممكن أنه اليوم الإطار التنسيقي هو متحكم بصنع القرار السياسي من داخل البرلمان العراقي، وبالتالي هو يمتلك الأدوات السياسية لإدارة المسألة سياسيا وفق بعض التنازلات أو بعض التقارب في الرؤى للعبور بالأزمة. بالتالي أنه استخدام الشارع هو يمثل أيضا تصعيد ومحاولة لاستدراج الصدر أو التيار الصدري إلى مواجهات الغاية من عندها والغرض من عندها هو أيضا يعني ضياع البوصلة وصبغة غير يعني محببة للجمهور بأنه هناك قرار ظالم ومجحف من قبل التيار الصدري ومحاولته للتحكم بالمشهد. ما يدعو السيد الصدر للحراك، وهذه أيضا نقطة جدا مهمة، هو سيناريو 2019 الذي أنتج حكومة عادل عبد المهدي التي جاءت بناء على توافق بين سائرون والفتح، والتي للأسف لم توفق بإكمال مسيرتها غير لمدة سنة واحدة بسبب النفوذ الإيراني وامتداد النفوذ الإيراني داخل العراق بشكل كان من الممكن إيقافه إلا عبر ثورة جماهيرية كما لاحظنا. الباحثة السياسية نوال الموسوي كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في بغداد، شكرا جزيلا لك.